ولنستفسر أكثر على الموضوع بينضم لنا عبر زوم من القاهرة الدكتور أحمد الزيات، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر. دكتور صباح الخير. حدثنا أكثر عن اختناق أعصاب اليد اللي عم تنتشر مؤخرا بشكل كبير. اوكي، بداية صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل الصحيح اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. هو بداية الكاربل تانل سندروم او متلازمة اختناق العصب الرزغي دي حاجة منتشرة جدا جدا جدا، بنشوفها بين الرجالة وبين الستات، ممكن شوية الستات أكتر لأسباب كتيرة هنتكلم عليها. بس هو الفكرة كلها بتتمحور حوالين إن زي أي عصب في الجسم عندنا ليه فايدتين، الفايدة الأولى إن هو بيحس، والفايدة الثانية إن هو بيحرك، حاجة اسمها سنسوري موتور. فبيحس، فهنلاقي في اختلال في الإحساس، في إحساس بالتنميل، إحساس بالوجع، إحساس بالوخزات أو شكشكة في كف اليد مينلي لحد الريست بالظبط. وبعدين ده بالنسبة للإحساس، بالنسبة للحركة يبتدي يحصل لي ضعف بسيط. أنا كواحد في البيت أبتدي أشك إمتى بحاجة زي كده؟ لو أنا ابتديت إحساس بالحرقان أو إحساس بالتنميل أو الشكشكة في كف اليد، عادة بيبقى في اليمين أكتر من الشمال، لأن إحنا بنستخدم اليمين أكتر، معظم الناس بتستخدم إيدها اليمين. الناس الشلة اللي بيستخدموا إيدهم الشمال أكتر هيحس بيها في الشمال أكتر، بس ده لا يمنع إنه ممكن يحصل في الإيدين. وبالنسبه للموتور او القدره على الحركه، هنلاقي في صعوبه شويه بالذات في الحركات اللي محتاجه قوه، زي مثلا اعصر ليمونه، افتح برطمان، الحاجات اللي هي محتاجه ستريس اكتر او محتاجه ان انا ابقى عندي باور كويسه، هيبقى عندي في صعوبه فيها شويه. هل نقدر يقول يا دكتور أحمد أن الأعراض اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي من التنميل، الوجع، عدم القدرة مثلا على أن أنا أمسك شيء بإيدي، هل كل الأعراض دي تقدر تقول أن هي مؤشر حقيقي لمرض المتعلق بالاختناق فيما يتعلق بأعصاب اليد، ولا لا ممكن تكون مؤشر عرضي وهينتهي يعني؟ سؤال كويس جدا، بالذات في مرضى السكر. يعني اي مريض سكر، زي احنا عندنا طبعا انتشار مرض السكر في مصر وفي العالم كله شيء متوقع، فعاده كل مرضى السكر هيقول لك انا عندي نفس الاعراض دي. طب ايه الفرق بيني وبين متلازمه الاختناق العصبي؟ هقول لك، عاده السكر بيجي في الايدين وفي الرجلين زي بعض، قريبين جدا من بعض، بيزيد اكتر مع السقعه مش مع الحركه او مش مع المجهود. فانا لو انا في الصيف الدنيا كويسه وفي الشتاء بلاقي التنميل ده زاد شويه عليا، عشان في الشتاء بيبقى فيه الشعيرات الدمويه بيحصل فيها انقباض، فده مش واصل كويس. او لو السكر بتاعي على طول عالي، اقول لك التنميل ده، لان اشهر سبب للتنميل في الايدين هو السكر، التهاب الاعصاب نتيجه السكر. فلازم ده اول حاجه تيجي في دماغي طبعا، اظبط السكر بتاعي. طب انا ما عنديش سكر، طب انا سني مش كبير، طب انا ست بيت او راجل بيشتغل بلابتوب او تايب رايتر او بيشتغل حرفه، كل الناس اللي بتشتغل بايديها كتير، لا ما تفكرش في السكر اكتر، فكر في متلازمه الاختناق العصبي. وعاده السكر دي يمين زي شمال، المتلازمه دي عاده بتبقى في الايد الدوميننت او الايد اللي بستخدمها اكتر اللي هي عاده اليمين. ده الفرق الاساسي. والفرق الثاني، التنميل بتاع السكر بيبقى مجرد تنميل بسيط او وخز، متلازمة الاختناق هيبقى ممكن يوصل لمرحلة ضعف ويبتدي يزيد مع الحركة دي. يعني بحط ايدي للوضع ده ريست كامل كده وريست للورا، لو مع الحركة دي ابتدى الوجع يزيد، لا ممكن افكر اكتر ان هي ليها علاقة بمتلازمة الاختناق العصبي. طب اذا دكتور، ما مدى خطورة اختناق اعصاب اليد؟ يعني ساعات نحن لما بتنمل ايدنا كثير او بنحس بحرقة كثير، دغري بيخطر على بالنا انه شيء كثير خطير ولازم نروح على المستشفى، فمدى خطورة اختناق اعصاب اليد هو ايه؟ طبعا انت فتحتي موضوع مهم قوي قوي قوي، وكنت حتى جيت سيرته، يعني اللي هو الغلطات المخرية. طبعا انت اول ما جاء في دماغي التنميل وعايز اروح المستشفى عشان موضوع الجلطه. لا، متلازمه الاختناق العصبي مش بالخطوره دي، ولكن انا حابب استغل العشر ثواني دول واقول الجلطات المخيه دي خطر جدا. بعرفها ازاي؟ عشان لازم افرق بينهم، عشان دي ده موضوع مهم ولازم، يعني اي ثينك ان
كل الناس تبقى عارفاه، انا لو حصل اعوجاج في البق، تقل في الكلام، تنميل زي ما انت بتقولي، او ضعف في نص الجسم، ايد ورجل ونص الجسم، يبقى الجسم كله وليس ريست الايد فقط، الجسم قصدي بيه الايد والرجل، تنميل او ضعف. لا ساعتها او صداع شديد جدا او ما شفتوش قبل كده، او عدم اتزان قوي جدا. لو جالي اي حاجه من الاعراض دي ارجو ان احنا نتوجه على المستشفى على طول، ليه؟ لان ساعتها زي ما انت بتقولي انت لازم تبقى شاكك ان في حاجه خطر، وممكن لا قدر الله تبقى غلطه، فلازم نتحرك على المستشفى. وحابب ان احنا نتكلم عليها بالتفصيل ممكن في مره تانيه. يعني يا لكن في دكتور، متلازمه الاختناق العصبي، التنميل بيبقى في ريست الايد بس وليس في الجسم كله، مدى خطورته مش عاليه قوي لو تم التعامل معاه بدري وصح. بدري يعني ايه؟ يعني اول ما ابتدي احس التنميل في ريست ايدي اتوجه لدكتور المخ والاعصاب الاقرب ليا او اللي انا متابع معاه، بحيث ان هو يتاكد من التشخيص، ده رقم واحد. رقم اثنين، ممكن نحتاج نعمل فحص اللي هو اسمه رسم اعصاب، ده بيبين لنا بما لا يدع مجالا للشك هل في التهاب ولا لا في العصب ده. ثالثا، ببدا ان انا اعالج الشخص. العلاج كذا نوع، اهمهم على الاطلاق راحه اليد، قبل ما الراحة نبتدي التامة بقى لليدين يعني. ودواء ومش دواء وروشته وروح هات روشته واشتري ادويه كتير، لا ده مش صح. الصح ان احنا من بعض التمارين اللي تقوي عضله الايد. اثنين، نريح الايد لان هو ده السبب في الوجع بتاعها. ثلاثه، في بعض الادويه اللي طبعا تساعد اكيد وبتعتمد اعتماد اساسي على التهاب العصب. طب هل وفي نقدر بقى نقول يا دكتور إن في بعض معرفش الحالات بتتطلب تدخل جراحي، ولا ممكن بالأدوية وبالعلاج الطبيعي وبالراحة التامة نقدر معالجة هذه المشكلة؟ بالظبط، ده ستيج فور بقى، ده الليفل الاخير زي ما بيقول. لو قلنا هنبتدي بالراحه وبعض التمارين، ثم نعالج السبب اللي هو لو مجهود جامد او حركه اريح الايد، ثم ادي ادويه لالتهاب الاعصاب او مضاده للالتهاب بتريح لي الدنيا جدا وبتحسن الوضع. ليفل 3 او ستيج 4 بقى، لو الدنيا ما تحسنتش انا هسمى تسليك عصبي. دي عمليه دكاترتنا وزمايلنا بتوع جراحه اليد بيعملوها، عمليه لا تحتمل، لا ما فيهاش اي خطوره خالص الحمد لله يعني. ما بتعملش التخدير، مجرد تخدير موضعي بسيط، لان زي ما احنا قلنا العصب بيبقى ماشي في الايد وفي استك قافل عليه، عشان هو ده لما العصب بيلتهب الاستك اللي ماسك عليه ده، كل اللي بيحصل العمليه اللي هم بنتكلم عليها اسمها تسليك العصب، ان انت بتنزل تفك شويه من الاستك ده او تعمل فيه تقلل التنشن بتاعه، فالعصب يقدر يبقى بيتحرك بسهوله او بيبقى ما فيش حاجه ضغط عليه. وهي بسيطه، بتعمل تحت تخدير موضعي ما فيهاش اي خطوره، بس هي مشكلتها ان احنا ما بنجريش عليها، عشان للاسف هي نسبه نجاحها عاليه جدا، نسبه خطورتها تقريبا صفر، ولكن نسبه ان يحصل اختناق عصب بعدها تاني عاليه. يعني ممكن بعد 6 شهور او سنه نحتاج ان احنا نعيدها تاني. بترجع تاني عشان كده ما المشكلة. بنحبش ان احنا نجري عليها الا لو استدعت النجاح. يعني دايما بنقول الوقاية يا دكتور خير من العلاج، زي ما حضرتك بتقول، يعني نلجأ للبدائل اللي هي نقدر نقول سهلة وبسيطة بدل التدخل الجراحي عشان المشكلة ما تعودش مرة تانية. دكتور أحمد الزيات، استشاري طب المخ والأعصاب، كنت معنا عبر زوم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.